اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم تاخر الانجاب، كلمه تقيله، كلمه قاسيه، لكن خلينا اقول لكم ان في حاجات كتيره الناس بتعملها تاثر على القدره الانجابيه. خلي بالكم من صحتكم جدا. النهارده الحوار اسمه تاخر الانجاب، بس المضمون هيكون متشعب ومعقد ومهم جدا. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره اللي بفتخر بوجوده معانا، واكيد اي شيء يعني اكثر فخرا من وجود المركز المصري وضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور احمد ابو السرور، استاذ مساعد امراض النساء والتوليد والحقل المجاري، الاستاذ بكليه الطب والمدير الطبي للمركز المصري لاطفال الانابيب، وزميل جامعه مونبلييه الفرنسيه، وزميل وعضو جمعيه الاوروبيه لاطفال الانابيب والجمعيه الامريكيه للحقل المجاري واطفال الانابيب. اهلا بيك يا دكتور احمد. دكتور ايمن، ازي حضرتك؟ نورنا، بنتشرف نكون مع حضرتك دايما. كل سنه وحضرتك طيب. متى نقول ان هناك تاخر انابيب، تاخر انجاب؟ احنا بنقول تاخر انجاب لو حصل علاقه زوجيه بطريقه منتظمه لمده سنه ونص وما تاكش عنها انجاب، يعني في الحاله دي بيعتبر تاخر انجاب من سنه ونص لسنتين الحقيقه من العلاقه الزوجيه المنتظمه. فسنه ونص لسنتين من العلاقه الزوجيه المنتظمه وعدم حدوث حمل، يعني وقتها بيعتبر تاخر انجاب، فيبتدي يستدعي التدخل الطبي. من كتر الانابيب، انابيب فالوب يعني، ما اثر على دماغي واحنا بنتكلم، وواحده من الاسباب المهمه اللي بتلعب دور، فقلت تاخر الانابيب هي تاخر الانجاب. هل يحدث ضرر على السيده ايا كان هذا الضرر؟ عايزين نفهمه. عندما يكون هناك تاخر انجاب، لا هو ده ما بيضرش السيده في حاجه الحقيقه، يعني تاخر الانجاب لا ما بيضرهاش في اي حاجه، تمام؟ بس طبعا يعني ما بنحبش ان هي تتاخر في الانجاب لفتره طويله قوي برضه، لان الستات بعد ما يكبروا في السن يعني فوق سن 38 و40 سنه التاخر في الانجاب ممكن ما يحصلش انجاب خالص. فطبعا كل ما نحس ان الانجاب اتاخر او عدينا الفتره اللي هي متعارف عليها، لا لازم نبتدي ندور على ايه الاسباب ونبتدي نعالجها عشان يبقى في فرصه ووقت كافي ان احنا نقدر نعالج ده. انا قلت بعض الاسباب لتاخر الانجاب، او يعني الحاجات اللي هي اللي انا شايفها كوارث مجتمعيه، اكل وتغذيه، التدخين، مخدرات، طبعا. ايه الاسباب التانية؟ بص، هو 40% من الاسباب جايه من عند الراجل، يعني 40% من العقم سبب يكون نقص او ضعف في الحالات المنويه او حركه الحالات المنويه، و40% من الستات هم بيكونوا السبب في عدم حدوث الحمل. عدم حدوث الحمل ده في صوره لخبطه في التبويض او مشاكل في المبيض او مشاكل في قنوات فالوب او مشاكل في الرحم. وال20% الفاضيين دول بيكونوا حاجه اسمها عدم حدوث حمل غير معروف سببه، يعني واحده من كل خمس ستات ربنا ما كرمهاش هي وجوزها الاثنين كويسين ما فيهمش حاجه. ف 40% من الاسباب جايه من الراجل، و40% جايه من الست، و20% عدم حدوث حمل غير معروف سببه. طبعا بجانب الحاجات اللي حضرتك قلتها دي كلها عوامل بتساعد فعلا، وطبعا زي ما حضرتك قلت الشيشه ده كارثه علينا يعني. انا كنت معزوم في السحور في رمضان، لقيت مكان كل البنات فيه بيشربوا شيشه. طبعا حاجه يعني كلهم 90% من البنات الموجودين بيشربوا شيشه، بتدمر صحتها وبتدمر مبيضها. انا اساسا بطلت ادخل الاماكن دي غير بالصدفه، فقعدت يومين حاسس بتاثير الشيشه دي لغايه لما رجعت لعبت ماتش كوره، طلعت السموم. سموم تدخل جسم الانسان. عايز يعني اروح بقى للنسبه اللي بتعاني من تاخر الانجاب، موجوده بنسبه قد ايه؟ هو عدم الناس اللي بتعاني من تاخر الانجاب او العقم زي ما بنقول بيكون تقريبا 10 ل 15% من الناس، يعني 10 من 15% يعني واحده من كل 10 ستات بتعاني من تاخر انجاب. كلمه مهمه برضو، تاخر انجاب غير مفسر السبب، الكلمه دي تلخبط. ايه دي بقى؟ طبعا هي تلخبط لان في حاجات ما بتبانش غير اثناء الحقن المجهري. حاجات زي ايه؟ يعني نوعيه البويضه اخبارها ايه؟ دي حاجه ما تبانش غير اثناء الست بتعمل حقن مجهري، انما عن طريق الفحوصات التانيه زي السونار وتحاليل الدم والحاجات دي عمرها ما تبين جوده البويضه شكلها عامل ازاي. الحاجه التانيه اللي هي قدره الحمل المنوي ان هو يخترق البويضه، دي حاجه برده ما تبانش غير اثناء الحقن المجهري. فعدم حدوث حمل غير معروف سببه بيبقى حاجات اسباب زي دي ما تبانش غير اثناء الحقن المجهري، اللي هو يعني قدره البويضه او نوعيه البويضه وجودتها وقدره الحمل المنوي ان هو يخترق البويضه بنسبه قد ايه. بترسموا ازاي الخريطه العلاجيه بقى؟ بصوا طبعا يعتمد ايه السبب، يعني لو في ضعف في الحملات المنويه ممكن من الاول ان احنا نحتاج حقن مجهري، او ان الراجل ياخد علاج من 3 ل 6 شهور على امل الدنيا تتحسن. اتحسنت كان بها، ما اتحسنتش نرجع للحقن المجهري. ال 40% التانيين اللي هو السبب بيكون في المريضه نفسها في الست. لو في ضعف تبويض ممكن نعمل حاجه من اتنين، الحاجه الاولانيه نعمل حاجه اسمها تثقيب للمبيض في حاله حدوث تكيس على المبايض،
او ان احنا نعمل حاجه او ندي ادويه تنشط التبويض. لو في مشاكل في الانابيب يا اما ان احنا نعمل منظار بط او ان احنا نعمل حقن مجهري. لو في مشاكل في الرحم بنزلها، مشاكل زي ايه؟ زي حاجز رحمي، زي وايد جوه الرحم، اورام ليفيه. لو ما فيش حاجه من الحاجات دي واحنا في 20% من الاخرين اللي هم ما عندهمش حاجه، الحل حاجه من اربعه. الحل الاولاني ممكن نستنى شويه، يعني لو عدى سنتين ممكن في السنه الثالثه ربنا يكرم من غير حاجه، فده الحل الاولاني. الحل الثاني نعمل حاجه اسمها تلقيح صناعي. تلقيح صناعي ده يعني باختصار ان احنا ندي المريضه ادويه بسيطه تنشط التبويض لحد البواط لما بتكبر، بناخد الحالات المنيه بتاعه الزوج نركزها وننشطها وعن طريق اثار رفيعه نحقنها جوه الرحم. لما بنعمل الموضوع ده نسبه نجاحه في كل دوره بتعملها بتبقى تقريبا 10-15%. وعلشان ناخد الاستفاده القصوى منه بننصح الناس ان هم يعملوه 3 مرات على 6 شهور. الحاجه الثالثه اللي احنا ممكن نعملها اللي هو الحقن المجهري او اطفال الانابيب، اللي هي نسبه نجاحها 45% لو ست عمرها صغير. والحاجه الرابعه والاخيره نعمل منظار بطن، ان في ساعات حاجات ما تبانش غير عن طريق منظار البطن، اشهرهم هجره بطانه الرحم. فيا اما ان احنا نستنى شويه او نعمل تلقيح صناعي نسبه نجاحه 10-15% او نعمل حقن مجهري نسبه نجاح 45% او نعمل منظار بطن على امل ان احنا نلاقي فيها حاجه معطله ان يحصل حمل طبيعي. المنظار البطن بيخدم في ايه تاني غير الحقن المجهري؟ بيخدم في حاجات كتيره، يعني منظار البطن ممكن حاجه تعالج بيه الانابيب، يعني الانبوبه لو حواليها التصاقات ممكن تشيلها، لو انبوبه فيها التهاب مزمن لا ممكن تفصل الانبوبه عن طريق منظار البطن، لو في كيس موجود على المبيض ممكن تشيله عن طريق منظار البطن، لو عندنا حدوث حمل غير معروف سببه ممكن يبقى منظار تشخيصي، يعني ممكن نخش ونلاقي حاجه اسمها هجره بطانه الرحم فبالتالي نعالجها، يبقى اسمه تشخيصي وعلاجي في نفس الوقت. فيا اما هو منظار تشخيصي تشخيص حاجات ما كانتش باينه في طرق الفحص الاخرى اللي هي تندرج تحت عندنا حدوث حمل غير معروف سببه، او منظار علاجي لعلاج الانابيب او شيل اكياس من العميبيض او فصل الانابيب او علاج حمل خارج الرحم. وطبعا ليه دور مهم، ان في ساعات ناس كتير قوي بتغفل دور المنظار. لا طبعا المنظار جزء مكمل جدا للحقن المجهري. المنظار البطني والمنظار الرحمي الاثنين مهمين. يعني منظار البطن احنا بنخش بكاميرا جوه تجويف البطن عشان نشوف الحوض اخباره ايه والرحم والانابيب. بينما منظار الرحم لا ده حاجه ثانيه خالص، عن طريق كاميرا رفيعه بنخش جوه تجويف الرحم عشان نشيل مشاكل موجوده جوه الرحم. مشاكل زي ايه؟ حاجز رحمي او زوايد رحميه او ورم ليفي موجود في تجويف الرحم. اوكي فده حاجه وده حاجه ثانيه، بس برضه الاثنين مكملين لبعض، يعني منظار الرحم ومنظار البطن برضه يعني وجهين لعمله واحده. يعني الست ما تقولش مثلا تقول لها انا هعمل لك منظار رحم تقول لك ما انا عملت منظار بطن، ده بالظبط كده لا ده حاجه ثانيه، لا ده حاجه ثانيه خالص، حاجه ثانيه خالص والعكس برضه. طبعا ايه الحاجات اللي حضرتك شايفها انها اخطاء لازم تتغير في دماغ الناس تجاه تاخر الانجاب؟ بص الحاجه اللي انا بنصح بيها دايما الناس وبنصح بيها دايما الامهات والبنات اللي لسه متجوزين والازواج دايما يصبروا. اللي بيحصل ايه؟ الست بتتجوز شهر جات لها البيريد تبتدي تعيط، والشهر الثاني مامتها وحماتها بيضغطوا عليها بيسالوها حصل حمل ولا ما حصلش حمل. طبعا ده بيمثل ضغط نفسي عالي جدا، فبتخلي الناس يعكوا نفسهم، يعني ابتدوا يعملوا حاجات هم اصلا مش محتاجينها، بتزود عبء نفسي وعبء مادي، بينما هم لو استنوا من غير ما يروحوا للدكاتره ولا اي حاجه هيحصل حمل في البيت من غير حاجه. فدايما نصيحتي للناس استنوا شويه، يعني مفيش داعي ان احنا نستعجل ونعمل حاجات ونعك على نفسنا. وهك عارف بالذات الضغط بتاع الاهالي، يعني حاجه بتشوف ناس كتير قوي متجوزين مثلا بقالهم 6 شهور جايين يكشفوا في عيادة حقن مجهري هم ما عندهمش حاجه، ايه اللي جاب حضرتك؟ لا اصل انا مامتي وحماتي كل يوم بيسالوني وانت مقصره في حق نفسك وانت لازم تروحي. لا فيعني نسيب لنفسنا فرصه، لان كتير قوي ناس هيحصل لها حمل طبيعي من غير حاجه من غير اصلا تدخل طبي. تمام فمفيش داعي نعك نفسنا في حاجات احنا مش محتاجينها. ارجوكم بلاش ندخل نفسنا في مشاكل، اصل كلمه يورط نفسه في مشاكل ان هو يجري لغير متخصص مثلا او يجري كده. بشكل في اجريشه ما فيهاش حاجه تطلع بمشكله كبيره، تطلع بمشكله تعمل منظار يقول له لا اعمل لي منظار، طب ما انا اعمل، او هي تضغط على حد ما يكونش مؤهل للمناظير تقول له ما تعمل لي منظار ما انا بسمع، تطلع بالتصاقات بدل ما هي داخله من غير التصاقات تطلع بالتصاقات، تطلع بفيستولا في حته، تطلع بمشكله صحيه ثانيه خالص. فارجوكم ما نتصرفش الا في حدود الصح واللي احنا قلناه. نورت وشرفت وابدعت كالعاده. ميرسي يا دكتور ايمن ومسعد بوجودنا مع حضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب ونشوفك على خير قريب ان شاء الله. ربنا يخليك. ضيفي العزيز القمه الاكاديميه والعلميه الكبيره الاستاذ الدكتور احمد ابو السرور، استاذ مساعد امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجهري، الاستاذ بكليه الطب، المدير الطبي للمركز المصري لاطفال الانابيب بالمؤسسه العريقه، وزميل جامعه مونبلي الفرنسيه، كان ضيفي في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه.